مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بين قوسين. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من ضحايا الحرب والانقلاب في اليمن هم من فئة الأطفال، 5000 منهم بين قتيل وجريح، ومنهم من سيحمل آثار الحرب لبقية عمره معاقا، ويشكلون نصف الشهداء والمصابين وهم تقريبا ثلث النازحين. أكثر من 1.5 مليون حرموا من حق التعليم نتيجة الدمار الذي طال مدارسهم أو احتلالها من قبل الميليشيا وتحويلها إلى معتقلات. المعلومات أيضا تفيد أن من بين 20,000 إلى 30,000 طفل يتأثرون كل يوم نفسيا جراء حالة الانفجارات التي تنتج عن قصف الطيران في المواجهات الميدانية وينتج عن ذلك صدمات وآثار صحية، بعضها قد يلازم الأطفال الضحايا لسنوات طويلة. في حلقة اليوم من بين قوسين نبحث مع مختصين ومعنيين بشؤون الطفل، الآثار النفسية والصحية على الأطفال الضحايا، ونطرح الحلول والتوصيات المطلوبة لتجنيب هذه الفئة الواسعة تبعات الحرب وآثارها النفسية. في البدء أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من إسطنبول الأستاذة ثريا الشيباني، المديرة التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة، وسيكون معنا من تعز عبر الهاتف الدكتور طالب المحمدي، استشاري أمراض نفسية، وكذلك من عدن ستكون معنا ياسمين باغريب، رئيس مؤسسة لأجلك يا عدن، وأيضا سيكون معنا من تعز الناشطة مايا العبسي، مدير مشروع حماية الطفل بمحافظة تعز. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نبدأ هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة مع المدير التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة الأستاذة ثريا الشيباني. مساء الخير أستاذة ثريا. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك أستاذة ثريا. البداية، ضعينا بصورة عن الآثار النفسية والصحية للأطفال في اليمن بسبب الحرب. الآثار النفسية والصحية تتسع لتشمل كل الشبر في اليمن. بإمكاننا أن نقول أنها 100% من أطفال اليمن يعانون من آثار نفسية بسبب هذه الحروب. لا نبالغ إن قلنا 100%، لأن حتى المناطق التي لا يصلها الاقتتال فتصلها آثار هذه الحروب، تصلها المعاناة، تصلها المعاناة المتمثلة في جوانب كثيرة، من انعدام الكهرباء، انعدام الخدمات الإنسانية، يصلها القلق من القادم، يشارك أفرادها في الحرب، ينتظر الطفل أبوه، ينتظر الطفل أبوه أو أخوها الذي في المعركة أو في المعتقل. لا أبالغ قلت 100%، كما أن المأساة أحب أن أنوه تتلخص أيضا في جوانب أخرى، منها الجهل بأهمية العناية النفسية بالأطفال. ففي اليمن العناية النفسية تعتبر نوع من الترف في الظروف العادية، وقد ينظر للشخص الذي يحتاج إلى عناية نفسية بأنه مجنون ويتم التعامل معه، يتم نبذه. فعندما تأتي الحروب تكون العناية النفسية مؤجلة دائما، لا تصل إلا الإغاثة الغذائية والأدوية. نعم، الترف كما تتحدثين عنه أستاذة ثريا، تقصدين فيه من المسؤولين على الأطفال أم مثلا من المجتمع بشكل عام، من الحكومة، من وزارة الصحة، من بالتحديد المعني مثلا بتوفير الأجواء المناسبة لشريحة الأطفال لا سيما في ظل الحرب؟ مما يزيد الأمر سوءا أن كل هذه الجهات تشترك في الجهل والتجاهل بأهمية العناية النفسية، وبالتالي هي مسبب لهذا الآثار النفسية. ولكن الأكثر الأقرب إلى التوعية هي الأسرة، لأننا البقية يعرفون ما الذي ممكن أن يصنعوا، ما الذي يفعله الجهات الأخرى. ما الذي نريد أن نعطيهم فكرة هي الأسرة المعنية الأكثر بهذه المعاناة. نعم، ربما أستاذة ثريا هذا عن واقع مثلا المعنيين أو المسؤولين في الأسر أو المجتمع من حولهم. إذا تحدثنا عن المنظمات المهتمة بهذا الجانب، وربما مؤسسة إبحار هي إحدى المؤسسات الفاعلة بهذا الجانب، ما الذي تقدموه لهذه الشريحة؟
في مؤسسات في المنظمات بشكل عام ومؤسسة إبحار بشكل خاص، نحن قد لمسنا الآثار النفسية للحروب مبكرا. في 2003 كنا بصدد إقامة معرض رسوم ورشة رسومات للأطفال عن البيئة، وتزامنت الورشة مع انطلاق العدوان على العراق. فالذي تفاجأنا به هي أن الأطفال رسموا الحرب، رسموا العسكر ورسموا الدبابات والأسلحة، كانت نعم هذه هي مخرجات اليوم الأول. نعم هذا دليل على أن الطفل يتأثر عبر في الحروب البعيدة، فما بالك في الحروب القريبة. نعم لذلك إبحار لمست هذا الأثر، فكانت متبنية موضوع الحد من العنف بشكل عام عن طريق الفنون. نعم قامت إبحار العديد من الفعاليات والفنية بمختلف أنواعها نعم للحد من آثار النفسية هذه. نعم، بالنسبة للمنظمات بشكل عام الفاعلة، سواء اليونيسف مثلا أو أي منظمة فاعلة في هذا الجانب أو لحماية الطفولة، كيف تقيمين دورهم، أدائهم، اهتمامهم في الأطفال؟ كما قلت لك أن مشكلة الوعي بأهمية الآثار النفسية موجودة لدى الجميع. حتى المنظمات عندما تندلع الحروب، وعندما ممكن أقول أكثر الأقرب عندما كان هناك إغاثات، كانت الإغاثات كلها غذائية ودواء، لكن الإغاثة النفسية، ما أن كنا نطرق باب هذه المنظمات ونطالب بعمل إغاثة نفسية ونحن نتكفل بجزء وهم يتكفلوا بما تبقى، كان يتم التعامل معنا باستهتار، أن هذا الموضوع نعم ليس بأهمية وجود الخيمة والغذاء والدواء، الإغاثة النفسية شيء ثانوي. نعم هذا ما لمسته مؤسسة إبحار، هذا ما عانينا منه. نحن كنا بصدد عملنا في حملة نشتاق للحياة، كانت حملة بصرية أعجبت نالت إعجاب نعم منظمة الصحة العالمية، وقررت أن تدعمنا في موضوع إغاثة نفسية، وكان سيكون أكبر مشروع إغاثة نفسية في اليمن. نعم إلا أن هذا تفاجأنا أن منظمة الصحة العالمية أجلت المشروع شهور، وثم في الأخير أوقفته تماما. نعم سنتحدث، كأن العدوى انتقلت نعم للمنظمة الدولية. نعم أستاذة ثريا، سنتحدث مثلا ربما بتفصيل أكثر يعني مدى اهتمام ودعمكم لتوفير يعني ولو الشيء البسيط للأطفال بشريحة الأطفال. دعينا نشارك معنا في الحديث من تعز استشاري الأمراض النفسية الدكتور طالب المحمدي. مساء الخير دكتور. مساء الأنوار. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني ربما التبعات النفسية والصحية على الأطفال بسبب الحرب بدأت تظهر بشكل كبير جدا وبدأ يلمسها الكثير. لو وضعتنا في البداية من منطلق علمي عن الآثار الصحية النفسية التبعات بسبب الحرب الذي يعاني منها أطفال اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد من الإشارة إلى أن الحروب بشكل عام والحرب الطويلة الأمد اللي موجودة عندنا في اليمن على وجه الخصوص لها آثار سلبية نفسية على الإنسان بشكل عام، سواء كان طفل أو غير طفل، ولكن الأطفال هم الأكثر ضرراً بسبب التجارب الجديدة. إنه الحرب تمثل تجربة جديدة بالنسبة للطفل، لم يكن مؤهلاً نفسياً من قبل لتحمل الصدمات التي ممكن تنتج بسبب هذه التجارب الجديدة. نعم. فما هو حاصل الآن؟ سنقسمه إلى قسمين: آثار نفسية في الوقت الحاضر أو تنعكس على الطفل حاضراً، وآثار نفسية مستقبلية، وهذه هي المدمرة والمخيفة على وجه الخصوص. نعم. فيما يخص الآثار النفسية التي تصيب الطفل في الوقت الحاضر كثيرة وعديدة، وأسبابها أيضا كثيرة. في الحرب نفسها أسبابها كثيرة، منها المداهمات، ومنها ذوي الانفجارات الشديدة، منها القتل أو فقدان عزيز على وجه الخصوص أو صديق أو إلى آخره، وبالتالي ممكن تؤدي حاضرا إلى وجود مخاوف عامة وما يسمى بالفزع والرهاب عند الأطفال، وممكن تؤدي إلى سوء التكيف
على سبيل المثال، وممكن تؤدي إلى وجود القلق العام والمخاوف العامة وحتى الإفلاس منها، هذا حاضرا. نعم. لكن ما هو مختلف هو مستقبلا. نعم. هذا الطفل هو طفل الحاضر وشاب المستقبل، وبالتالي عملية البناء في المستقبل تعتمد كثير على الأطفال الذي هم موجودين الآن، يعني في الوقت الحاضر. نعم. فالآثار نقسمها إلى قسمين، آثار حاضرة كما قلت سابقا، وآثار نعم. نفسية. طيب دكتور. نعم نعم. طيب دكتور، الآثار الذي ربما يحملها الطفل معه مستقبلا وتظل ترافقه طيلة حياته بسبب هذه بسبب الحرب، بسبب الانفجارات، بسبب أن يفقد قريب أو صديق، بسبب يعني طول أمد الحرب في المكان الذي يعيش فيه، إلى متى ترافقه في حياته؟ هذه تعتمد على الخطة المستقبلية لإعادة الإعمار. إذا فكرنا في إعادة الإعمار بما يخص البناء فقط ولم نهتم بالإنسان والطفل على وجه الخصوص، وهو ما نسميه نحن بالمصطلحات العلمية النفسية إعادة التأهيل. نعم. ما لم يكون ضمن برنامج إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها وجود برنامج كبير لإعادة تأهيل الطفل من الناحية النفسية، فالمشكلة ستكون كبيرة ومدمرة مستقبلاً. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني ربما الآن في تعز، أنت الآن في تعز، وتعز من أكثر المدن التي تتعرض كل يوم للقصف من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، لا توفرون على الأقل حتى الأدوية التي يحتاجها الجرحى، فما بالك بتوفير أجواء صحية وآمنة ويعني حياة للأطفال تخفف من المعاناة التي يعيشونها كل يوم. إذن الحل، كيف يمكن للآباء والأمهات أن يتعاملوا مع أطفالهم للتخفيف من هذه الصدمات التي يلقونها كل يوم بسبب القصف؟ للأسف الشديد الناس تفكر فقط في مسألة الجرحى وهم على رؤوسنا يعني من فوق، لكن أنا قلت إنه الآثار النفسية هي حظيظة أيضا تصيب الأم وتصيب الأب لأنه هو جزء من هذا المجتمع. نعم. وبالتالي هذا يحتاج إلى مشروع متكامل لإعادة التأهيل، مشروع متكامل بأقسامه المختلفة ومراكزه المتخصصة. نعم. ليس العمل عشوائيا، لكن ما يستطيع أن يعمله الأب والأم هو ما نسميه إعادة طمأنة الطفل فقط لا غير، لكن العلاج النفسي هو شامل ويشمل. نعم. أكثر من نوع، من ضمنه العلاج السلوكي، العلاج المعرفي، إعادة الطمأنة وهي جزء من العلاج النفسي، الدعم النفسي. لذلك يجب على الشرعية وعلى الدولة. نعم. وعلى قوات وعلى التحالف بشكل عام، وهم يفكروا في المستقبل اللي نقول الحاضر يعني تجاوزون فيه كثير. نعم. لكن وهم يفكروا في المستقبل يجب أن تكون إعادة التأهيل النفسي للطفل بشكل خاص وللإنسان سواء كان بالغ أو كبير بشكل عام. نعم. بمشروع متكامل، مشروع متكامل. نعم. وليس بعمل عشوائي أو بعمل مبادرات يعني لاستهلاك الوقت واستهلاك مبالغ مادية على يعني ترى بأن هذه المبادرات التي يقوم بها لا جدوى منها ولا تغير مثلا ولا توفر أي وسيلة ربما تخفف من معاناة هؤلاء الأطفال؟ لا أنا لا أجزم في هذا الجانب بتاتا، إنها ليس لها معنى. أنا أقول يجب أن يكون مشروع متكامل ويقوم فيه أخصائيون، ليس بعمل عشوائي فقط. نعم. لما يقوم فيه المبادرات في الوقت الحاضر هو بإمكانياتهم البسيطة. نعم. لكن المشروع مشروع كبير، وهذا مشروع دولة. نعم. ليس مشروع مبادرات. طيب حتى أكون صريحا معك. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معنا، وأيضا الأستاذة ثريا الشيباني، سنذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات نسلط فيها الضوء ونتعرف من خلال بعض شريحة واسعة عن المعاناة والآثار النفسية والصحية بسبب الحرب في اليمن لشريحة الأطفال، نتابعها ومن ثم نكمل النقاش. عندي برضو بناتي كمان حتى لما يناموا يكونوا طبيعي عادي، لا سمعوا حتى
ايش اقول لك، حتى القلص اذا طاح للارض يفزوا نتيجة القذائف اليومية، الصواريخ، الكاتيوشا، الهاون، يعني يخافوا بشكل يعني غير طبيعي. حتى امس بنتي اقول لك وهي نوم فزت من النوم بحالة خوف رعب. ايش من رعب؟ ايش في؟ قالت في قذيفة واني نايم عند الطاقة اخاف تقيق الشظايا اللي عندي. طبعا استهدفنا حوالي 140 طفلا في مختلف المناطق المحاصرة، وهدفنا في ذلك إلى أن نقوم بتأهيلهم وإعادة بناء ذواتهم نفسيا من خلال مجموعة من الأنشطة التي سنقوم بها، كأنشطة ترفيهية، تعليمية، نفسية، اجتماعية، ثقافية. سبق هذا اليوم يوم التدشين يوم الورشة التدريبية التي أقيمت لعدد 12 من الأخصائيين والأخصائيات النفسيين، وهم كما تشاهدون الآن الذين يتولون إقامة مثل هذه الجلسات النفسية للأطفال. بالفعل عندنا أطفال كثيرين، وجود من فقد أبوه، من فقد أخوه، من فقد عمه، من أصيبت منازلهم، يشعرون بالرعب، يشعرون بالخوف، يشعرون بأشياء كثيرة. فلذلك نحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة أن احنا نخرجهم من الحالة النفسية هذه إلى أقوى مساعدة لهم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يقدرنا ونخرجهم من الحالة هذه. احنا الطفولة احنا حرمنا احنا من دراستنا، حرمنا احنا من ألعابنا، احنا حرمنا من سعادتنا احنا، بس الله أمرهم لله. ايش عاد أقول لهم؟ لا بس كذا زعلان. ليش احنا ذنبنا؟ احنا ايش عملنا بالحوثيين؟ حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. ربما رغد جسدت لوحة ومشهد من حجم المعاناة الذي يتعرض لها الأطفال في اليمن. أستاذة ثريا، ربما تابعتي أو سمعتي رغد إحدى الأطفال في اليمن تشتكي وتتألم من الأجواء التي وصلت وحال الأطفال في اليمن الذي وصلهم بسبب الحرب، بسبب القصف الذي متواصل على مدينة تعز. ورغد نموذج من عشرات النماذج، ربما آلاف من الأطفال يعانون هذا الأجواء التي ربما تسبب لهم مشاكل نفسية ترافقهم طول حياتهم. كيف تعلقين في البداية على ما شفتي؟ لك السلام رغد، وكل رغد ومثل رغد، لكن ما نملك إلا أن نقول أن دعاة الحروب يفعلون الممكن وغير الممكن، بينما دعاة السلام وأدعياؤه لا يفعلون حتى الممكن. نعم. ليس فقط من يقتل هو المسؤول عن المسؤول في هذا الاتجاه، هناك جهات كثيرة مسؤولة عن وصول الوضع إلى ما وصل إليه. الحروب موجودة والصراعات موجودة في العالم، لم نأتي بجديد. الآثار النفسية موجودة في العالم، لم نأتي بجديد. لكن أيضا هناك علاجة نفسية. نعم. وحلول لهذه الآثار. نعم. نحن نغفلها ونتغافل عنها. التجارب تقول الفن بإمكانه أن يفعل الكثير. نعم. بالفنون ممكن أن تشكل تفريغ تفريغ الألم، تفريغ المعاناة عبر هذا. وزي ما قلت لك احنا في إبحار لمسنا هذا الأثر، أثر الفنون فعال على التخفيف من أي معاناة، من أي معاناة الفن يفعل كل ما يفعل، حتى في بالأشخاص الغير أسوياء. نعم. يعدل منهم. فإذا على الكل أن يعي أن الفن بإمكانه أن يصنع ما نعجز عنه. لن لا ي... لا. نعم. طيب أستاذة ثريا، خطط مستقبلية. نعم كما ذكر الأخ، هناك كل الأدوية المعروفة. ربما قبل استاذة ثريا، نعم ربما هناك ما هو أهم قبل أن يعني توفير مثلا أجواء الفن أو الألعاب أو يعني الأشياء الجميلة التي ممكن تخرج الطفل من هذه المعمعة وهذا الجو الكئيب الذي يعيشه بسبب الحرب، وهي توفير أول شيء معالجتهم صحيا. هذه المنظمات ومؤسسة إبحار وغيرها من المؤسسات الفاعلة، هل لديها مثلا خطط منظمة ومرتبة لتأهيل هذه الشريحة بطريقة علمية تصلهم في نهاية المطاف إلى يعني يصبحوا ربما تخلوا تماما عن كل الآثار التي علقت معهم بسبب الحرب؟ في منظمة إبحار وكثير من المنظمات لم تقفل أنشطتها ولا حتى
ولا ليوم واحد منذ أن بدأت الحروب، لكن هذا لا يكفي. إبحار الآن مفتوحة طوال فترة العطلة الصيفية بأنشطة جميلة وفنية، وجميع الفنون تتبناها، وكل والأطفال يأخذون قسطهم من الفن في عرض سينمائي، ورشات الرسم على الزجاج، صناعة الدمى، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نعم بالتأكيد. يبقى أن تصل الإغاثة النفسية لكل طفل في اليمن، لأن كل طفل في اليمن يعاني، وكل طفل في اليمن سيؤثر على المستقبل وعلى مستقبل التعايش في اليمن. إذا كان هناك فعلا من يريد أن يكافح الإرهاب في أي بلد، عليه أن يخفف من المعاناة النفسية كي يعمل عملية إجهاض للإرهاب. لا مش ضروري ننتظر الإرهاب حتى يولد وبعدين نكافحه. إذا كانوا فعلا يهتموا بمكافحة الإرهاب فليأتوا ليقضوه في طيب ربما وضحت هذه الفكرة أستاذة ثريا. اسمحي لي أن أنتقل إلى تعز، مع أعود لي الدكتور طالب المحمدي استشاري الأمراض النفسية. دكتور طالب، لو اقتربنا بصورة أدق وأكثر وضوحا عن الحالات التي تستقبلونها وتصلكم من الأطفال بسبب الحرب، ضعنا بصورة عنها. حقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال، نعم، لابد من توضيح الآتي. نعم. لأن الحرب ليس فقط تولد المخاوف وسوء التكيف وما يحصل من أشياء آنية، لكنها في المقابل وجود نوع من أنواع الحرمان عند الطفل، وهذا يؤثر على مسار صحته النفسية مستقبلا. وأيضا وهذا المهم، إنه الطفل يتحول عنده ما يسمى بثقافة التقليد. يبقى الطفل يبدأ في سن مبكرة بصناعة السلاح الآلي وغيره من الأمور، وهذا له تأثير مقبلي. هذا ما كنت أريد أن أوضحه. أما الحالات التي تصل إلينا فهي مختلفة، ابتداء من العدوانية لدى الطفل إلى المشي أثناء الليل، إلى التبول اللا إرادي، التبرز اللا إرادي، أيضا القلق العام، المخاوف، أيضا أو ما نسميه بالرهاب والفزع، وصولا إلى الاكتئاب والاضطرابات الهضمية والقلبية. نعم. يبقى الموضوع مرتبط بإعادة التأهيل، يجب أن نركز على هذه النقطة، وليس فقط توفير بعض الحدائق أو المنتزهات البسيطة، لأن الحصار أوجد نوعا من الحرمان إضافة إلى الحرب. نعم. طيب دكتور، إذا وقفنا طيب دكتور، إذا وقفنا عند المعالجات، ما بعد الصدمة، ما بعد الكرب، ما بعد المعاناة للأطفال، ما هي؟ معاناة الطفل هي الذاكرة التي يحتفظ بها للتجارب الذي يمر فيها الطفل. أقصد المعالجة دكتور، اسمح لي. نعم دكتور، معذرة، بس العلاج الذي ممكن يعني يعمل على إنهاء كل ما علق مع الأطفال بعد الصدمة، بعد الكرب كما يسمى علميا. هذا يعتمد على الفئة العمرية، لأننا نحن نتكلم عن الطفل، نتكلم عن طفل من السنوات الأولى وحتى ال 14-15 سنة، أيضا نعتبره طفل. نعم. فيعتمد كل فئة عمرية لها نوع من أنواع العلاج المناسب للمرض، وسأذكر أهمها. كما قلت، إعادة الطمأنة جزء من العلاج، الدعم النفسي جزء من العلاج، أيضا العلاج السلوكي والمعرفي وما نسمى بالعلاج الأسري. نعم. ممكن في بعض الحالات نحتاج، اللي هي الحالات اللي وصلت إلى مرحلة متقدمة من المرض، ممكن التدخل حتى العلاجي بالعقاقي. نعم. فالمراحل مختلفة وأنواع العلاج مختلفة، تعتمد على نوع الحالة وشدتها، وأيضا تعتمد على الفئة العمرية. نعم. طيب دكتور، نصيحتك، رسالتك لآباء وأمهات الأطفال للتعامل في الظروف الحالية الآن من أجل عدم إصابة الأطفال بمضاعفات ربما أكثر، وكما تعلم كل يوم القصف مستمر، الحرب مستمرة. نصيحتي هي الآتي: إعادة الطمأنة والدعم حتى لا تكون المشكلة مضاعفة،
من المتحاربين أو من المعتدين على وجه الخصوص، وأيضا من أسلوب تعامل الأب والأم مع الطفل. فإعادة الطمأنة هي جزء مهم ومهمة أساسية للأب والأم، وأيضا الدعم النفسي، هذا ما يستطيع الأب والأم أن يعملوا غير ذلك، يعتمد على الأخصائيين. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور طالب المحمدي استشاري الأمراض النفسية، كنت معنا من محافظة تعز. نشرك معنا في الحديث من عدن رهيب نعمان نائب مدير مشاريع الشباب في شركة الحلول الإبداعية. مساء الخير رهيب. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا ومرحبا بك رهيب. ربما عدن الوضع هناك مختلف، يعني عام منذ انتهاء الحرب في هذه المدينة وهذه المحافظة، كيف يعني هناك يتعامل من هم مهتمون بشريحة الأطفال أو على الأقل المنظمات المعنية بهذا الجانب، الحكومة، المجتمع، في إعادة تأهيل الأطفال الذين تأثروا نفسيا وصحيا بسبب الحرب؟ أولا أعرفك عن شركة الحلول الإبداعية التي تساعد الناس على اكتشاف قدراتهم وتعمل في جانب تنمية المهارات والقدرات. نعم، احنا ما بعد الحرب شاهدنا الصدمة اللي تأثر على الأطفال، خاصة الأطفال بشكل كبير كما أثرت على الكبار. نحن بعمل تدريب وتصميم برنامج لدى شريحة من الأطفال التي قمنا باستهداف 1000 طفل في محافظة عدن. نعم. كان هذا له أثر كبير لدى الأطفال والتعافي من بعض الصدمات اللي كانت بسيطة، كما قمنا بعمل من الآباء للتعليم على التخلص من هذه المشاكل، كما تعمل بعض المنظمات على هذا العمل. نعم رهيب، من خلال نزولكم الميداني واحتكاككم بهذه الشريحة بعد الحرب، أكثر الحالات التي وجدتموها بعد الحرب وتأثرت ولا زالت تحمل معها آثار نفسية وصحية غير سوية وغير طبيعية من آثار الحرب؟ كنت قد سألتك عن يعني بحكم أنكم قريبون من هذه الشريحة وتعملون في هذا المجال عند الأطفال، أكثر يعني المشاهد أو أكثر شريحة من الأطفال التي حملت معها آثار صحية ونفسية بسبب الحرب؟ أصوات الانفجارات، أصوات الرصاص، الكوابيس التي يشاهدونها أثناء النوم مخيفة جدا، وجنب الحديث مع الكبار أو الأطفال. كان هذا يبرهن أثناء اللعب مع الأطفال بدأوا يلعبوا بموضوع السلاح ومن هذه الأشياء غير ذلك. نعم، حضور وزارة الصحة والدولة والمنظمات الفاعلة في هذا المجال في محافظة عدن وتوفير اللازم لشريحة الأطفال. نعم، نحن عملنا كنا نركز في البرنامج لثلاث نقاط مهمة جدا في البرنامج، كيف يتخلص الأطفال من الذكريات المتفصلة. نعم، كيف يستطيع الأطفال التحكم بالانفعالات ما بعد الحرب. نعم، أشكرك جزيل الشكر رهيب نعمان نائب مدير مشاريع الشباب في شركة الحلول الإبداعية، كنت معنا من عدن. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عضاء، تتضمن معلومات عن الآثار النفسية والصحية للحرب على الأطفال في اليمن، نتابعه من ثمن عود.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. إذا تابعنا هذه الإحصائية والأرقام عن آثار الحرب وتبعاتها على الأطفال في اليمن. أعود إلى إسطنبول عبر السكايب مع الأستاذة ثريا الشيباني المديرة التنفيذي لمؤسسة إبحار. أستاذة ثريا، ربما الجمعيات أو المنظمات أو المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، في مجال تأهيل الأطفال، توفير أجواء مناسبة للأطفال، إعادة تأهيلهم نفسيا، تعمل في ظل ظروف يعني آمنة، في ظل أمن، في ظل استقرار. الآن مع الحرب، هل لا زال هناك يعني نشاط بشكل فاعل، هناك دعم متواصل أم توقف؟ على الأقل في صنعاء أقدر أقول أن الآن النشاط زاد فيما يخص المنظمات التي تعمل في هذا المجال. تجربة إبحار أصبحت متكررة في منظمات كثيرة حتى لم يكن من أعمالها العناية بنفسية الطفل، لكنها تجدها الآن تعمل مثل هذه الفنون كثيرة تسمى المساحة الصديقة. نعم. اليونيسف تدعم مثل هذه الأعمال في صنعاء، وكان أقول أنها أكثر من أي وقت سابق. نعم. لكن الآثار توجد في صنعاء وفي غير صنعاء، بالتالي نعم. لا يمكن أن نقول أن ما يحدث هو مثالي أو قريب من المثال. نعم. أحب أنوه على فكرة تأجيل الحلول الفنية. الفن أخي بشير في متناول الجميع، موجود في البيت، موجود في الموروث الشعبي. نعم. بإمكان الأهل أن يصنعوا أنشطة فنية داخل البيت، يكفي أن يستمع للطفل بحرية، تركه يتكلم. صحيح. اسمع منه، اسمع معاناته إلى الأخير، لا تؤثر عليه، العب معه، خليه يحكي حكاية. التفعيل دور الجدة من جديد، الذي دور الجدة غاب يجب أن يعود في كثقافة وكفن. الأنشطة البسيطة، حتى اللعب. نعم. اللعب بالصلصال، اللعب بالطين. نعم. ممكن أن يفعل تفريغ نفسي لهذه المعاناة. نعم. لا ننتظر الحلول من مكان. نعم. آخر. طيب أستاذ ثريا، ربما هناك أيضا أستاذ ثريا اسمح لي، ربما هناك أيضا مشكلة أخرى، وهي استخدام شريحة واسعة من الأطفال وزج بهم في المعارك وجبهات. نعم. القتال، كيف يمكن إذن التعامل أيضا مع هذه الشريحة؟ هذه الشريحة هو مخصص لها أصلا من البداية دراسات، ويفترض أن هناك منظمات مهتمة كثيرا بهذا، لكن للأسف وجدناها انخرطت في أشياء أخرى، ولم يعد حتى يعنيها شراكة الأطفال في المعارك. هذا الطفل إذا كان الجندي الكبير يعود من المعركة بمعاناة نفسية، فما بالك بطفل قاتل وتعرض لقتل. نعم. الأحداث، الكوارث الطبيعية تصنع، يمكن أن تريك الموت والدمار، لكن الحروب أثرها مختلف. نعم. تقتل الحوادث السير تقتل حوادث السير تفقدك، لكن الحروب الأهلية بالذات تؤثر على تعايش الطفل أو تعايش المجتمع في المستقبل مع بعضه البعض. لذلك يجب امتصاص هذا الغضب من داخل الأطفال، لأن نحن الآن أمام جيل مستشرس جدا، يعني فعلا هذه كارثة. نعم. المستقبل ليست. نعم. كارثة الحاضر فقط. نعم. طيب أستاذة ثريا، تكرمي البقاء معنا. أيضا معنا الآن من تعز منسقة مشروع الدعم النفسي لضحايا الحرب من تعز سيدة الحميدي. مساء الخير أستاذة سيدة. أستاذة سيدة، هل تسمعيني؟ أستاذة سيدة الحميدي، إذن ربما فقدنا الاتصال بالأستاذة سيدة الحميدي منسقة مشروع الدعم النفسي لضحايا الحرب من تعز. أعود لك أستاذة ثريا من جديد. الآن ربما أيضا الحلول الممكنة والمتاحة الذي ممكن يعني سواء المجتمع أو المنظمات، الأسرة، ممكن توفر ولو الشيء والحد الأدنى لتوفير أجواء معينة للأطفال، ما هي؟ الحلول زي ما قلت لك من خلال تجربتي بتكون هي درجة أولى عبر الفنون، زرع ثقافة التسامح لدى الطفل. الطفل بطبيعته متسامح إلا إذا علمناه غير ذلك. الأطفال تفهمنا ولا نفهمها، فعلينا أن نعي هذا، علينا أن نستمع إليهم.
المعاناة النفسية للطفل أثر الحروب لا تكفيها ساعة في برنامج هذه الرسالة أو الجهال لقناة بلقيس. نريد منكم أن تستمعوا للطفل أكثر مما تسمعوا عنه أو عن معاناته، استمعوا له بشكل مباشر، ممكن أن تستضيفوه مباشرة، استضيفوا الطفل الذي عانى من الحرب. قد تجد عنده أكثر مما نحكي نحن، هو سيعطيكم الرسالة الحقيقية. الرسالة المباشرة. بالتأكيد أستاذة ريال، لكن ظروف الحرب القائمة الآن في البلاد ربما تحول بيننا وبينهم لتغطية شريحة الأطفال بالشكل المطلوب، ولكن إن شاء الله هذه هي الشريحة لها مساحة كبيرة في قناة بلقيس. تكرمي البقاء معنا أستاذة ريال. ننتقل إلى تعز مع الأخت سيدة الحميدي، منسقة مشروع الدعم النفسي لضحايا الحرب. مساء الخير أستاذة سيدة. مساء النور، يا هلا ومرحبا. مرحبا بك أستاذة سيدة. من خلال الاسم منسقة مشروع الدعم النفسي، ما هو الدعم النفسي الذي قدمتموه لأطفال تعز؟ طبعا أولا نشكر قناة بلقيس لاستهدافها مثل هذه المواضيع المهمة ولشريحة مهمة وهي شريحة الأطفال. نعم. ثانيا طبعا دشنت مؤسسة خير للإغاثة والتنمية مشروع الدعم النفسي للأطفال تحت شعار من أجل طفولة آمنة، ومن خلال الاسم نحاول نحن قدر الاستطاعة نقدم ولو جزء بسيط من الأمن النفسي لهذه الشريحة. نعم. كانت المؤسسة طبعا قد بدأت في الإعداد والتجهيز لهذا المشروع من وقت مبكر، حيث كان أولا إعداد قائمة من الأخصائيين النفسيين من الذكور والإناث طبعا، تم تدريبهم في العدد 12 أخصائيا وأخصائية، تم تدريبهم وتزويدهم بأساليب وتقنيات جلسات الدعم النفسي للأطفال. نعم. من بعد ذلك تم مباشرة انتقال إلى المرحلة الثانية، وهي تم افتتاح جلسات الدعم النفسي في 3 مناطق داخل المدينة. نعم. حجم الدعم تم اختيار. نعم أكملي معلوماتك، تفضلي زين. نعم. طبعا تم اختيار أكثر 3 اللي هي 3 مناطق اللي تعرض للانتهاكات. من بين هذه المناطق تم اختيار 140 طفل وطفلة من سن 5 إلى 14 سنة. نعم. الذي يعانون من ويلة الحرب طبعا، تعرضوا لمخاوف واضطرابات نفسية متعددة. نعم. كان قد تم اختيار هذه العينة طبعا بعد نزول ومسح ميداني مسبق من قبل الأخصائيين أنفسهم. نعم. بعد ذلك تم تقسيم فرق التدريب إلى 3 مجموعات في 3 المناطق في مديريتي الصالة والقاهرة. نعم أستاذة سيدة، بعيدا نعم أستاذة سيدة اسمحي لي بعيدا عن تفاصيل تدشينكم لهذا المشروع وهذه الحملة، حجم الدعم الذي وصلكم وربما انعكس بصورة مباشرة على الأطفال ولمسوه في تعز؟ طبعا المشروع كان هو بدعم من الأيادي النقية، فإذا قارنا الدعم الذي تم تزويدنا فيه لعمل هذا المشروع فكان لهم الشكر بغض النظر عن التفاصيل، فكان هو بداية، بما أنه نحن أول مؤسسة في تعز في ظل هذه الأوضاع الراهنة أول مؤسسة قامت في هذا البرنامج، فكان الدعم هو الجلسات هذه من خلالها تم اكتشاف أطفال أصيبوا، أطفال تعرضوا للقنص، أطفال تم فقدان أحد والديهم أو كلاهما، في هذه المرحلة اللي سويناها جلسات الدعم النفسي تم الاكتشاف الكثير اللي جلسات الدعم النفسي الصوالة. نعم جلسات الدعم النفسي تمثلت بماذا أستاذة سيدة؟ جلسات الدعم النفسي هي كانت لمدة أسبوع في ألعاب، تقديم ألعاب، أنشطة، مجموعات، عمل مجموعات للأطفال في الرسومات، في عدد من الأنشطة التي من خلالها يتم اكتشاف المشاكل التي قد كان في الأطفال التي كان يعاني منها الأطفال والتي لا يمكن بعض النماذج إلا من خلال هذه. نعم أستاذة سيدة، بعض النماذج للأطفال الذين تلاقونهم كل يوم تحتكون بهم وعليهم آثار من الحرب سواء بسبب القصف أو فقدوا أحد أقربائهم أو أحد الوالدين أو كليهما كما تحدثتي.
طبعا اكبر مثل هي رغد. رغد هذه من مشروعنا نحن في برنامج الدعم النفسي اللي سويته مؤسسه تخيرون بدعمنا للاهالي النقيه. هذه رغد يعني هي فقدت اللي اعز قريب لها في المنطقه. في من بعض الاطفال يعني فقد ابوه وامه في هذه الحرب. في طفل من الأطفال يحاول الانتحار بعد جلسات عديدة تم الاكتشاف أنه لماذا تحاول الانتحار. يقول أنه عمه قتل أمامه يعني قدام عينيه فما يشيش أنه يجلس يتذكر الموقف أكثر من مرة. نعم. في بعض الأطفال تعرضوا لإصابات مباشرة وتم يعني اكتشاف هذا يعني. نعم. في التشوهات الجسم في العمليات. نعم. يعني في الجلسات النفسية اكتشفنا بصراحة اللي ما يقدر أحد يتحمله في نعم. الواقع. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سيدة الحميدي منسقة مشروع الدعم النفسي لضحايا الحرب في محافظة تعز. عودة أخيرة للأستاذة ثريا الشيباني. أستاذة ثريا ربما كلمة أخيرة للمنظمات العاملة في هذا الحق لوزارة الصحة للمعنيين، توصية للحكومة، توصية بالاهتمام بهذه الشريحة، تفضلي نختم بها. المنظمات إلى حد ما هي مشكورة على جهودها وأغلبها لا يجد الدعم الكافي، لكن هناك منظمات دولية للأسف خذلتنا ولم نتوقع مثل هذا الخذلان، غير أنه كما قلت ربما عدوى أصابتها بعدم الاكتراث للإغاثة النفسية من عملها في اليمن. الحكومة الشرعية عتبنا عليها كبير، وهي تعلم ما الذي يجب أن تفعله وما الذي يمكنها فعله، لكن نعم. لا ينقصها سوى الرغبة. أشكرك جزيل الشكر. نعم. نعم. أما المعني بالخطاب والذي سيؤثر فيه هي الأسرة ثم الأسرة. نعم. أتكلم كأم صاحبة تجربة، أطفالها عانوا من الحرب ولم يجدي لا قطر الحديد ولا الكذب، كذبة الأعراس والكل كل هذا لم يفلح. كل ما قمت به هو أنه تتحول إلى مغالط أمام أطفالك عندما تكذب كثير عن ما يحدث. الذي كان أكثر قدوة هي اللعب معهم ومشاركتهم والاستماع إليهم كثير. شكراً لك. هذه رسالتي لكل أم وأب، وأقول للجدة عودي واحكي الأطفال لأحفادك، أنت مصدر ثقافة فقدناه فلا نستمر. نعم. شكراً لك الأستاذة ثريا الشيباني المدير التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة والإبداع، كنت معنا عبر السكايب من إسطنبول. مشاهدينا الكرام لم يبقى إلا أن نستعرض معكم بعض التعليقات من أصدقاء البرنامج حول موضوع الحلقة في صفحتنا على الفيسبوك، نستعرض بعضا من هذه التعليقات. نبدأ مع صديق البرنامج الهالة نعمان، تعلق: الحديث عن الآثار النفسية لدى الأطفال يطول ويحتاج بحوث ومسوحات فيما بعد، أما عن المتسبب فجميع أطراف الصراع على الأرض مسؤولة، والأطراف المغذية للصراع بطريقة غير مباشرة مسؤولة، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة. لكن وكما هو واضح وجلي أن الحروب لا تفرق بين أحد وتحصد في طريقها البشر والشجر والحجر دون ما تفريق بين الهوية أو العمر أو أي اعتبارات أخرى. إذا توقفت الحرب يمكن حينها الحديث عن إعادة تأهيل نفسية أو دعم نفسي للأطفال بصفة خاصة وبقية شرائح المجتمع بصفة عامة. هلا نعمان. تعليق آخر من الأخ وائل السروري: الحرب هي الحرب، لكن الذي نستطيع القيام به كمواطنين بعيدا عن المسؤولين عنا وعن هذه الحرب هي إنشاء فعاليات ومسابقات ولو أسبوعية للأطفال لنسهم في التخفيف من الحرب والخروج من الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها. أيضا دور الأغاني، الأناشيد المحفزة الآن أهم من دورها بعد انتهاء الحرب. وائل السروري. رأي أخير نختم به من أصدقاء البرنامج، الأخ صدام القدسي يعلق: في ظل هذه الظروف المعنيون بحماية الطفولة هم أولياء أمورهم من خلال احتوائهم في البيت وفي الشارع والرد على استفساراتهم عن الحرب وكسر حاجز الخوف لديهم. صدام القدسي. إذن مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا في هذه الحلقة إلى الختام. اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، كان معنا عبر السكايب الأستاذة ثريا الشيباني المدير التنفيذي لمؤسسة إبحار. الشكر أيضا للدكتور طالب
استشاري الأمراض النفسية من محافظة تعز طالب المحمدي. الشكر أيضا للأستاذة سيدة الحميدي منسقة مشروع الدعم النفسي لضحايا الحرب كانت معنا من تعز. والشكر أيضا للأخ رهيب نعمان نائب مدير مشاريع الشباب والمجتمع في شركة الحلول الإبداعية من محافظة عدن. شكرا لكم على حسن المتابعة، حتى الملتقى بحلقة جديدة بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.